مرحب أحبابي، اليوم بدنا نعمل مع بعض حلو عن جد عن جد كتير كتير فخمة وطيبة ورح تعجب الجميع وروعة كتير كتير سهلة وبسيطة وإن شاء الله بتنال إعجابكم. حضرها لهيدي الحلوة بخمس دقايق. واو هيدا الشكل فخامي على الحل وطعمي أروع من هيك ما في، كتير كتير روعة ولذيذة. فينا نرش على الوجه بندق، إذا حبينا البندق بيعطي كتير طعمي طيبة ورائعة. هيدا شكل الحلو بتدوب دوبان بالتم. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، عنا حليب، بستعمل كوبين حليب، حطينا كوبين حليب بالطنجرة، سكر، حطينا ملعتين طعام سكر، ملعتين طعام نشا، حركن تحريك بسيط، ملعقة ونص طعام كاكاو، خلطن مع بعض شوي على البارد. هلا بحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. اشتد عنا الخليط وصار بهيدا القوام. هلا بطفي الغاز. حطيت اصابع الليدي فينجر هوني بالحليب الفاتر، بصفهم بالصينية. بعد ما صفيتهم بالصينية بهيدا الشكل بخلط الشوكولا وبحط على وجهن. عندي ملعتين طعام نوتيلا بدوبهم بالميكروويف. دوبنا النوتيلا، بحط على وجه الشوكولا بهيدا الشكل، بيعطي النوتيلا كتير طعمة طيبة ورائعة. برجع بغطي بسكوت بالحليب، وبحطهن على الشوكولا. بعيد نفس الطريقة، بنحط شوكولا نوتيلا بسكوت، بحط خليط الشوكولا، هيدي اخر طبقة عم نحطها. اخر شي بنحط على الوجه نوتيلا. هلا بعد ما حطينا النوتيلا اخر طبقة على الوجه بحطها بالبراد اقل شي ساعة. هيدا الحلو بعد ما طلعت من البراد وجمدت بهيدا الشكل. بتمنى لايك وشير للفيديو والاشتراك بصفحتي للمشاهدين الجدد، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي باي احبابي.